السيد فيتالي نعوم كن، سعادة السفير الدكتور جلال ماشطة، سعادة الأستاذ منادم كن ممثل الأخوة المسيحيين في هو يرأس قائمة الأخوة المسيحيين في مجلس البرلمان العراقي، السيد بوكولوف هو كان وزير الداخلية السابق نائب رئيس الوزراء. نعم، السيدات والسادة الحضور، أود في بداية حديثي да, вот там есть перевод, можно посмотреть на احنا قبل الترجمة حقيقة هنا مجموعة من الأخوة العراقيين يمثلون جميع الطائف العراقي. فأود في بداية حديثي أن أعبر باسم الحكومة العراقية عن تقديري العالي لمواقف روسيا الساندة للعراق في حربه ضد الإرهاب الدولي والمتمثلة بالدعم السياسي والعسكري والمساعدات الإنسانية التي قدمتها. واسمحوا لي أن أشكر السيد نعوم كن ورئاسة معهد الاستشراق على اهتمامه بقضايا العراق وتعاونه مع السفارة في تنظيم هذه الندوة. كما أود أن أؤكد على أهمية عقد مثل هذه الندوات وغيرها من النشاطات في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي الدولي وتعرية جذوره الفكرية وممارسته الإجرامية باعتباره خطراً يهدد جميع دول العالم. إن ظاهرة داعش ليست ظاهرة عراقية وإن كانت قد برزت في العراق، بل هي نتاج للفراغ الثقافي العام في المنطقة وعقود من الكبت الفكري والقمع السياسي لشعوبها في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المزرية لفئات واسعة من السكان. ولذا فإن المواجهة مع هذه الظاهرة تستوجب معالجة أسباب ظهورها واقتلاعها من جذورها. إن تنظيم داعش امتداد للتنظيمات الإرهابية، ولكنه يتميز عنها بكونه تنظيم مؤدلج ومعولم ومحترف للقتل بوحشية غير نمطية، ويخترق التكنولوجيا الحديثة ويوظفها لصالحه من خلال تجنيد الشباب من مختلف الجنسيات. كما هو يتميز باستخدامه للحرب المعنوية في الساحة الإعلامية والشبكات الاجتماعية التي تستهدف إرساء الفكر المتطرف في عقلية الشباب وإعداد جيل جديد من الإرهابيين المتزمتين بأديولوجية الإرهاب التي لا تمت بأي صلة للإسلام أو لأي دين أو مذهب أو طائفة. لقد ارتكب كيان داعش الإرهابي في العراق أرض السلام جرائم يندى لها الجبين وترقى في وحشيتها إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، كالقتل الجماعي والإعدامات والتعذيب والجلد واحتجاز الرهائن وتجارة الناس والاستعباد وتجنيد الأطفال. وقد طالت هذه الأعمال كافة أطياف السكان وبالأخص الأقليات العرقية والدينية التي تسكن في العراق. يعني أنا كلمة الأقليات شوية أتحفظ عليها لأنه الأخوة حقيقة مكونات الشعب العراقي هم حقيقة أصل وحضارة العراق منذ آلاف السنين. وقد أسفرت هذه الأعمال الإجرامية عن سقوط آلاف الشهداء وعن كارثة إنسانية هائلة تمثلت بأعمال التهجير والتشريد ونزوح الملايين من السكان المدنيين إلى المدن الأخرى. فقد بلغ عددهم وفق إحصائيات تقدير ما يقارب 2,500,000 مواطن. لقد تميزت هذه الأجمع بأعمال تدمير بربرية شملت عشرات المعالم الدينية والتراثية في أرض العراق مهد الحضارات. فقد دمر هذا الكيان الإرهابي عشرات الجوامع والكنائس والمراقد والأضحية والمقامات الدينية التي يعود تاريخها إلى مئات الآلاف من السنين، كجامع النبي يونس وجامع النبي جرجيس وجامع النبي شيت وجامع وقبر المؤرخ ابن الأثير وتمثال الشاعر ابن تمام ومرقد الإمام إبراهيم والإمام عبد الرحمن وأحمد الرفاعي وعشرات الأضرحة والمراقد الأخرى. كما وجرت محاولة تدمير الجامع النوري المعروف بالحدباء الذي يمثل يعود تاريخه إلى 1172 ميلادي، والذي تعد مأذنته رمزا وطنيا وتاريخيا. ونود بهذه الإشارة إلى أن مدينة الموصل وهي ثاني أكبر مدن العراق تضم 30 كنيسة مهددة بالتدمير يعود تاريخ بعضها إلى نحو 1500 سنة. إن شاء الله أستاذ منادم يحدثكم أكثر على هذه المسألة. لقد تمكن الجيش العراقي من تجاوز الصدمة الناجمة عن الهجوم المباغت لداعش واحتلال لأجزاء واسعة من الأراضي العراقية واستعادة المبادرة في ساحات القتال
ضد الإرهابيين وتمكن بالتنسيق مع قوات إقليم كردستان وبدعم الحشد الشعبي الواسع والعشائر ومساندة المرجعيات الدينية العليا من تحرير المدن العراقية الواحدة تلو الأخرى. أمثلة على ذلك آمرلي وجرف الصخر والضلوعية والمقدادية وجلولاء والعظيم وآخرها مدينة البغدادي. وهو عازم على الاستمرار في المعركة ضد الإرهاب حتى تحرير آخر شبر من تراب الوطن العزيز. وتقوم الحكومة العراقية ببذل جهود كبيرة وتدابير عاجلة بالتعاون مع المجتمع الدولي لمساعدة ضحايا الإرهاب والمهجرين وتوفير الملاذ الآمن لهم والظروف المعيشية المناسبة. وقامت الدبلوماسية العراقية بتحرك واسع كما قام المسؤولين العراقيين على أعلى المستويات الرسمية بزيارات عديدة إلى دول المنطقة والعالم. والمشاركة في المؤتمرات الدولية والإقليمية المناهضة للإرهاب. وقد لقي العراق تجاوباً إقليمياً ودولياً واسعاً في مواجهة الهجمة الإرهابية. ويتطلع إلى تعزيز جهود دول العالم في مساندة القوات العراقية، قوات العسكرية العراقية من خلال الدعم اللوجستي المتمثل بالتسليح والتدريب والضربات الجوية. وكذلك منع تسلل الإرهابيين والتمويل المالي لهم. وفي هذا المجال نشكر الحكومة الروسية على تقديمها مشروع قرار إلى مجلس الأمن لتجفيف منابع الإرهاب ومن ضمنها داعش والذي تم التصويت عليه بالإجماع مؤخرا. السيدات والسادة المحترمون، إننا في هذا المنبر ندعو لتوحيد جهود جميع الطوائف والأديان والحضارات لمواجهة الإرهاب واتخاذ موقف حاسم تجاه الإرهابيين الذين لا يمثلون دينا أو مذهبا أو قومية. ونؤكد على ضرورة تراس صفوف المجتمع الدولي لوقف الخطر الإرهابي الذي يعصف حاليا في الشرق الأوسط. واسمحوا لي أن أختم كلمتي بمناشدتكم والجميع لدعم جهود الحكومة العراقية في محاربة كيان داعش الإرهابي واقتلاعه من أرض العراق وضمان السير المضطرد وبخطوات واثقة على طريق السلم الاجتماعي والتقدم وبناء العراق الديمقراطي الاتحادي الموحد. وشكرا لإصغائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Спасибо большое, господин посол.